مساء الخير. اليوم إن شاء الله رح نبدأ بالشابتر الثالث من مادة علم المناعة، وهو هذا الشابتر اللي بيحكي عن الـ Innate Immune System أو الـ Innate Immune Response. وإحنا أخذنا بالشابتر اللي قبل إنه الجهاز المناعي يقسم إلى قسمين، لا الـ Innate Immune System والـ Adaptive Immune System. فبهذا الشابتر إن شاء الله رح نشرح عن أهم الخصائص والمكونات للـ Innate Immune System. بداية رح نحكي عن مقدمة عن المناعة بشكل عام from organisms standpoint، من ناحية أو من وجهة نظر الميكرو أورجانيزم الضارة. أكيد the tissues and fluids of the human body are much like a warm culture flask. لو بدنا نشبه شو وجهة نظر الميكرو أورجانيزم بالنسبة لجسمنا أو للأنسجة تبعتنا والسوائل، فهي عبارة عن مصدر كبير أو وعاء كبير من الأغذية والدفء، فهو مصدر مستقطب لكل الميكرو أورجانيزم اللي عايشة حوالينا. Considering this، بالنسبة لهذا الحكي، it may be surprising that the interior of the body including blood, muscles, bones and organ is generally sterile. معناها لو بما أنه كل الميكرو أورجانيزم تطمح لأن تعيش أو لأن تتغذى على مكونات جسمنا، فالصدمة بالنسبة إلنا أو الاستغراب إنه جسمنا من الداخل أو أجزاء جسمنا كالدم والعضلات والبون وغيرها من الأجزاء بتكون بشكل عام استرل، يعني معقمة 100% وما بتواجد فيها أي كائن ممرض. If this were not the case، إذا ما كانت هيك القضية، microbes would simply degrade our tissues just as they radially decompose the body of dead animal. بحكي لنا لو إذا ما كانت القضية مثل هيك، فالمايكروبس أو المايكرو أورجانيزم اللي بتحب تعيش في جسمنا وتستهلك مكونات جسمنا كانت قدرت إنها تحلل هاي المكونات بكل بساطة مثل أي كائن حي ما توفى أو إنه تم القضاء عليه. The immunity that keeps us from decomposing can be The immunity that keeps us from decomposing, like said, carcass, can be differentiated into an innate immunity and adaptive immunity. يعني السبب اللي ما بيخلينا نتحلل مثل ما فرجاكم أو خلاكم تتخيلوا هو إنه في عنا نوعين من جهاز المناعة، أو جهاز المناعة يقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الإنيت إميونيتي والقسم الثاني الأدابتيف إميونيتي، وحكينا من بالشابتر الماضي شوي عن الإنيت والأدابتيف، وهون إن شاء الله كل تركيزنا رح يكون عن الإنيت إميونيتي. هون بفرجينا وين المناطق اللي ممكن المايكرو أورجانيزم تفوت من خلالها. عندك الماوس اللي هو فتحة الفم، واللي من خلاله ممكن يفوت على الجي آي تراكت. في عنا الريسبيراتوري تراكت عن طريق النوز ممكن يفوت الكائنات. الالمنتري تراكت اللي هو حكينا عنها القناة الهضمية، الايز العيون، اليوريجينيتال تراكت اللي هي القناة التناسلية، السكن، الانس، وفي عنا هون كمان السكن. بفرجينا طبعا انه باللون النهدي بيكون فيه سكن، بينما بالمناطق الزهرية بيكون عنا الميوكس هو اللي بيغطي المناطق اللي باللون الزهري. Component of innate immunity، خلينا نقلب هون بكون أفضل. First line، أول شيء في عنا خطين بالنسبة للinnate immunity. الخط الدفاع الأول اللي هو بنسميه الخط الطبيعي، كمان هذاك موجود في طبيعيا، ولكن هاي هون بتكون مش لها علاقة بالخلايا، بتكون مكونات تانية غير الخلايا. فأول شيء في عنا البارييرز guarding portal of entry، في عنا أكثر من حاجز بيحمي المداخل لأي مايكرو أورجانيزم ممكن لا سمح الله أنه يفوت على الجسم، مثل الميكانيكال بارير، الفيزيكال فاكتورز، كيميكال أند بايوكيميكال فاكتورز، والبيولوجيكال فاكتورز. وإذا بدكم تعرفوا كل واحدة فيها هلأ إن شاء الله راح نشرحها. بينما السكند لاين اللي هي الخط الدفاع الثاني بالنسبة للإنيت إميون سيستم، أول شيء في عندنا الهيمورال components، يعني مواد خلطية تخلط مع الدم، مثل soluble factors such as interferon والcytokines and complement system. الانترفيرون والcytokines بتفرزها الخلايا، والcomplement already بيكون موجود في البلازما، وكمان بدخل في موضوع الinnate immune system من ناحية لما يكون
ال alternative pathway. أما في حالة classic pathway شو بيكون؟ بيكون adaptive. السيلولار كومبوننت، وهلا هنعرف شو انواع الخلايا اللي بتفوت في جهاز الانيت اميون سيستم، والانفلاماتوري ريسبونس او الاستجابه الالتهابيه، وكمان هنعرف شو اجزاء هاي الاستجابه. نكمل. اوكي، اول شيء بنحكي عن الميكانيكال بارير اند فيزيكال فاكتور. الميكانيكال بارير او الحواجز الفيزيائيه الموجوده زي السكن، اول شيء هو الغطاء اللي بيغطي كامل جسمنا السكن، وطبعا بيكون عايش عليه بعض انواع الاورجانيزم بنسميهم النورمال فلورا، كمان بتساعدنا في انه تقضي او تمنع نمو المايكرو اورجانيزم ممكن يكون باثوجينيك او ضاره وممرضه. سكن most organisms and foreign substance cannot penetrate intact skin. معظم انواع المايكرو اورجانيزم اللي ممكن تكون ضاره لنا ما بتكون عندها الاجزاء او المواد اللي ممكن تخترق الجلد، بالتالي اكثر عضو ممكن يساعدنا او يحمينا من اي مرض هو السكن، لانه هو بيكون مغطي كامل اعضائنا الداخليه. ميوكاس ممبرين اللي هي الغشاء المخاطي produce mucus to trap microbes. وجود الميوكاس في lining of elementary tract او urogenital tract او respiratory tract شو بيعمل؟ بيعمل لنا trapping للميكروبس او بيلتقط الميكروبس عشان يمنعه من الانتشار وانه ممكن يفوت لاعضاء تانية. ميوكاس coat with cilia، في عنا السيليا طبعا هاي ميكانيكال، ما بتكون يعني مواد كيميائية، هي بتكون اصلا زي عضيات صغيرة او اجزاء صغيرة، اعضاء صغيرة سوري اجزاء صغيرة موجودة في القنوات زي الريسبيراتوري تراكت. وهي السيليا او الاهداب شو بتعمل؟ بتقدر بعد ما يصير الميوكس يعمل ترابينج للميكروبس انها تعمل لها اكسكلود او انها تقذفها برا عن طريق عملية السنيزينج والكافينج. ميوكاس سيكريشن افراز المخاط، زي في حالة لما الواحد يكون ممكن يفوت اشي على الانف فبالتالي بتفرز المخاط وممكن يتخلص منه فبتخلص من الميكروبس اللي ممكن يفوت عليه. البلينكينج ريفلكسس زي ريفلكس اللي هو موضوع الرمش، البني ادم لما يبضل يرمش فبيمنع الميكروبس والتراب انه يفوت لجوه، وبالتالي بيحمي عينه من دخول اي نوع من انواع الميكروبس. كافينج اند سنيزينج ريفلكس اللي هو ردة فعل اللي هي السعال والعطاس، كمان بعد ما يصير ترابينج لاي مايكروبس عن طريق الميوكس ممبرين ممكن انه نتخلص من هذا الميكروبس مع كمية الميوكس اللي بتتجمع حواليه عن طريق الكافينج والسنيزينج. هير ان ذا نوسترلز يعني الشعر الموجود في القنوات الانفية او في فتحات الانف شو بتعمل؟ كمان بتعمل التقاط ترابينج لأي مايكرو أورجانيزم أو أي تراب أو أي غبرة ممكن تفوت على الأنف، فبالتالي بتحمينا من أنه يدخل المايكرو أورجانيزم إلى القنوات التنفسية بشكل كبير. نجي للصفحة اللي وراها. كيميكال أند بيوكيميكال بارير بتختفل عن الميكانيكال، إنه هون اللي بيدخل فينا اللي بيدخل فيها هاي الكيميكال المواد الكيميائية والبيوكيميكال المواد الحيوية أو الكيمياء الحيوية. زي السويت، السويت العرق اكيد كلنا بنعرف انه بني ادم بس يعرق، العرق عباره عن فيها املاح وهذه الاملاح بتنزل البي اتش، فبالتالي البكتيريا ما بتقدر تعيش على الجلد، او السويت بيعمل تقليل من عدد انه يعني انهبيشن لعدد كبير من البكتيريا الممكن انها تعيش على الجلد. السبيشوس جلاند سيكريشن اللي هي الجلاند الموجوده في الجلد واللي بتنتج مواد دهنية. هيدروليتيك انزيمز ان سلايفا، في بعض انواع الانزيمز موجودة بالسلايفا او باللعاب بتحلل البكتيريا اللي ممكن تعيش بالفم وبتكون ضارة. لو بي اتش ان فاجينال يورينري تراكت اند ستومك، بنعرف احنا كلنا انه اللو بي اتش ما بيخلي انواع من البكتيريا تعيش، واغلب او اكثر المناطق الموجود فيها عندنا اللو بي اتش او الحموضة بتكون زايدة زي الفاجينا واليورينري تراكت والستومك. البروتوليتيك انزيم ان سمول انتستين او البايل، هي عبارة عن عصارة بينتجها الكبد وبتتخزن في المرارة، وهذا البايل لما تصب جوا السمول انتستين فيها بروتوليتيك انزيم تهضم انواع معينة من الاكل
والغذاء، وكمان بنفس الوقت بتحطم أجسام الخلايا البكتيريا اللي ممكن تفوت عن طريق الجهاز الهضمي. اللايزوزايم ان تيرز بعض أنواع الأجسام الحالة موجودة في الدموع، وهاي بتعمل ديجريدز ببتايدوغلايكان. احنا بنعرف ان البيبتايدوغلايكان هو المكون للسيل وول اوف مين للبكتيريا، فبالتالي او الجرام بوزيتيف بكتيريا، فممكن تدوب وتحطم السيل وول او السيل ممبرين تبع البكتيريا عن طريق اللايزوزايم الموجودة بالتيرز. نجي للصفحة اللي ورا. هاي الميكروبيولوجيكال باريرز، أو هي عبارة عن الحواجز الحيوية، ولكن من نوع ما بيكون مايكرو أورجانيزم زي النورمال فلورا واللي هي بكتيريا بتعيش على مثلا مناطق معينة في الجسم، ولكن إذا فاتت على مناطق تانية ممكن تكون ممرضة فبنسميها opportunistic. هلا هاي النورمال فلورا ليش مفيدة إلنا؟ لا أكثر من سبب. أول شيء production of compounds that are toxic to other bacteria، ممكن تنتج مواد وهاي المواد بتكون سامة لأنواع بكتيريا تانية، يعني بكتيريا بتهاجم بكتيريا، وهذا الحكي حلو بالنسبة إلنا نستفيد منه، لأنه شو بصير جسم الإنسان بيقدر يريح حاله لأنه أصلا في بكتيريا عم بتساعده بعملية قضاء على بكتيريا تانية. production of inhibitory substance بتنتج بعض المواد اللي بتكون inhibitory للمايكرو أورجانيزم التانيين، والcompetition for essential nutrient. هلأ نحن طبعا زي ما قلنا أول الشابتر إنه كل أنواع المايكرو أورجانيزم بتدور بجسمنا على الدفء والغذاء. لما يكون في عنا نورمال فلورا ما بتضرنا، بس بنفس الوقت بتاكل منا أو بتاكل من غذائنا، فهي بيكون ماخذة مساحة، شغلة مساحة كبيرة، وعم تاخد كمية من النيوتريانت، فما بتسمح لبكتيريا ممرضة إنها تاخد نيوتريانت كمان، وبالتالي البكتيريا الممرضة ما بتقدر تنتشر لأنه ما في نيوتريانت بتكفيها. هاي الفكرة من الكومبيتيشن، يعني زي بتسابقوا على الأكل الموجود عندنا في جسمنا. The skin is the most difficult surface to penetrate. أصعب شيء على البكتيريا وعلى الميكروأورجانيزم إنه يخترقه هو السكن. لهيك دائما الإصابات ما بتكون عن طريق السكن، بتكون عن طريق الجروح أو القنوات والفتحات الموجودة في الجسم، زي العين، زي الفم، زي الأنف، زي الأذن وهيك. Mucus and mucous membrane helps wash away microbes in some cases via active propulsion such as via the lungs mucociliary exhalator. بيحكي لنا كيف الميوكس بيشتغل شغله. أو شيء هو بيكون بيغطي أكثر من منطقة في جسمنا، أو lining more than one tract in the human body، وبصير عنا عملية تجميع لمواد أو الميكروبس اللي ممكن تفوت لداخل الجسم، وبعدين بصير عنا propulsion، يعني زي بعد ما تتجمع بصير عنا اكسكلود، بيقذف أو بيطلع الجسم هاي الكمية من الميوكس اللي مليانة مايكروبس لخارج الجسم عشان ما تفوت للداخل. لايزوزايم اللي هي الأجسام الحالة فيها انزيمز that destroy particularly gram positive cell wall. احنا قلنا البيبتايدوغلايكان بيكون على gram positive بكتيريا، على cell wall of gram positive بكتيريا، فاللايزوزايم الموجودة بالتيرز وموجودة حتى بالسلايفا بتدمر هاي البكتيريا عن طريق تدمير السيل وول تبعها. It's found in various body fluids, secretion and defensive cell. Lactoferrin sequester iron within the body. في عنا مادة اسمها لاكتوفرين بتنتجها بعض أنواع الخلايا المناعية. اللاكتوفرين هذا بيعمل زي احتكار للآيرون أو تجميع للآيرون داخل الجسم عشان ما يروح لمين؟ للبكتيريا، لأنه الآيرون أو الحديد مهم كتير في عملية التغذية أو البكتيريا الجروث، نمو البكتيري. فلما إحنا نقلل من كمية الآيرون حواليها بقل عملية أو بقل تكاثر هاي البكتيريا ويسهل القضاء عليها. Defensin are small protein that create pores in bacterial membrane. في نوع من أنواع البروتينات وهو small protein، يعني low molecular weight of protein، اسمه defensins. هاي defensins شو بيعمل؟ بيعمل ثقوب داخل الأغشية البكتيرية أو السل البكتيريا الممبرين عشان يدخل السوائل بعد على البكتيريا ويفجرها. Free fatty acid essentially are through. Free fatty acid normal flora occupies spaces زي ما احنا قلنا
النورمال فلاورا بتشغل مساحه وبنفس الوقت بتستهلك النيوتريانت منها وبتنتج كمان انتي مايكروبيال سبستانس، فهذا الحكي كله بيساعد انه يقلل من الباثوجين كولونايزيشن اوف بادي سيرفيس، بيقلل من عمليه استعمار الجسم من قبل الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم. سكند لاين سيلولار ديفنس، دائما سكند لاين بدكم تربطوه بالسيلولار ديفنسز او بالدفاع الخلوي، بينما هناك ما كان في عندنا خلايا، شو كان عندنا؟ كان عندنا مواد كيميائيه، عضيات صغيرة أو أجزاء صغيرة من الأعضاء بتساعدنا، أو مواد كيميائية كمان زي الميوكس والتيرز وغيره. بس second line عندنا cellular أو خلايا. Once an invader has been trained the various physiological and chemical barrier, the next line of defense consists of specialized cells destroy the invaders. بيحكي لنا متى ما هالنوع من المايكرو اورجانيزم طلع قوي كتير وقدر يخترق البارير، سواء كان فيزيولوجيكال او كيميكال او حتى مايكرو بيولوجيكال، ما الجسم بيوقف وبينهار وخلص وبيتعب، لا، في عنا سكند لاين. هذا السكند لاين بوقف بوجه العدو او البكتيريا اللي دخلت عن بعد ما عملت انفيد او اخترقت الفيرست لاين. في عنا سكند لاين، مين هدول السكند لاين؟ السيلز اوف ذا انيت اميون سيستم، ومن نتعرف عليهم. اول اميون سيستم سيلز ار كولد وايت بلاد سيلز اور ليوكوسايتس. شو بيكون عنا؟ في عنا الاميون سيستم سيلز، هدول خلايا الاميون سيستم كاملا سواء كان انيت او ادابتيف، بنسميهم وايت بلاد سيل او باللاتيني ليوكوسايت. Can be divided into two main groups. ممكن نقسمهم لقسمين، جرانيلوسايت وأجرانيلوسايت. سبب تسميتها بالجرانيلوسايت وأجرانيلوسايت إنه بعد ما صبغناهم وحطيناهم تحت الميكروسكوب اكتشفنا إنه في بالجرانيلوسايت الخلايا تظهر على شكل نقط محببة هيك، وهدول النقط طبعا مش هيك كمان، هم مش لازمة، لا، بيكونوا بيحتووا على مواد كيماوية تقدر تقضي على أنواع معينة من البكتيريا أو بتساعد في موضوع المناعة، ولا هنا نيجي نحكي عنها. الأجرانيلوسايت ما عندها هاي الحبيبات، بس مش معناها انها مش قادرة تشتغل، لا، بس تشتغل بطريقة تانية مختلفة عن الجرانيلوسايت. تمام، هلأ هاي بالصورة هون مش مطلوبة منكم، هون خليني اكبرها احسن، هاي احسن. ليوكوسايت بفرجينا الانواع، هاي الجرانيلوسايت ثلاث انواع، نيوتروفيل، بيزوفيل، ايوزينوفيل، والإيجرانيولوسايت اللي هم المونوسايت زي الدينتريتكسل والماكروفيجز والتي لينفوسايت، طبعا وين بيصير لها النضوج قلنا بالثايموس، والبي لينفوسايت هدول من عيلة اللينفوسايت بتختلف، وبتصير لها نضوج في البون مارو، وبتصير بلازما سيل لما تنتج شو الانتيبادي. تمام، كلهم طبعا اسمهم اليوكوسايت او وايت بلاد سيل. هلا هذا الجزء اللي هو نيوتروفيل ومونوسايت اللي هم دينتريتكسل وماكروفيجز، طبعا ماكروفيجز جوا الانسجه، مونوسايت بالبون مارو، هدول الثلاث انواع بنسميهم شغلتين، بنسميهم فاجوسيتيك ليوكوسايت او الخلايا البالعه او البلعميه اللي بتعمل بلعمه فاجوسايتوسيس، وكمان بنسميهم الاي بي سي او الانتيجين بريزنتنج سيل، الخلايا اللي بتعمل بلعمه لجزء من المواد الكيماويه اللي بتنتجها البكتيريا او جزء من البكتيريا وبتظهرها على سطحها عشان تخلي باقي خلايا الجسم المناعية انها تفهم انه في انفيجن او في عندنا اختراق وفي باثوجينيك مايكرو اورجانيزم قدامي ابتلعته وعطيتك تتعلمي او تعرفي انه في اشي خطير او في مشكلة هلا في مرض. تمام، فهذا هدول الثلاث انواع من الخلايا شو بنسميهم؟ انتيجين بريزنتنج سيل، ورح نيجي لهم بالتفصيل. الجرانيلوسايت رح بلش اشرح لكم عنها، طبعا هاي مادة هيماتولوجي، فاللي يعني اكيد انتو كلكم انتو سنة رابعة او ثالثة، فاكيد ماخدين مادة الهيماتولوجي وعارفين انواع الخلايا. الجرانيلوسايت طبعا في عندها جرانيولز جواها مواد كيماوية، وهم ثلاث انواع، نيوتروفيلز، ايوزينوفيل، وبيزوفيلز اند ماست سيلز. هلا الفكرة من كلمة نيوترو ايو وبيزو ان هم بيحبوا الخلايا، النيوتروفيل بتحب الصبغة المتعادلة، الايوزينوفيل بتحب الصبغة الحامضية، والبيزوفيل بتحب الصبغة القاعدية، هون الفكرة يعني. بس النيوتروفيل كمان نقدر نسميها بوليمورفو نيوكليك، بوليمورفو نيوتروفيليك
او من الليكوسايت اللي هي بي ام ان، وهاي دائما احنا بكتبوها بي ام ان او بوليمورفو نيوكليير نيوتروفيليك ليكوسايت، وهدول طبعا اقل فتره او اقل خلايا بيعيشوا، اللايف سبان تبعتهم قصيره يا حرام، بس هم كتير قويين، جريتر كيلينج باور، عندهم قوه قتل قويه كتير، يعني صح عمرهم صغير ولكن بيعجبوكم. النيوتروفيل اول شيء هم بيدخلوا في انواع الجرانيولوسيتيك وايت بي سيز او جرانيولوسيتيك وايت بلاد سيل، هم سيتوبلازميك جرانيولز جواها، وهدول الجرانيولز بتحتوي على انتي مايكروبيال سبستنس اند ديجريديتيف انزيمز، فيها مواد كيماويه بتدمر وبتحطم البكتيريا وبعض انواع الميكروبس. من لها اسم تاني اللي هو بوليمورفو نيوكليير ليوكوسايت، لانه الانويه تبعتها زي ما شايفين الصوره بتختلف، شوفوا كيف مالتي لوبس، عندها اكثر من فصيص هون وهون، طبعا شكلها بيختلف او بيكون في لها اكثر من شكل، عشان هيك بنسميها بوليمورف، يعني اكثر من شكل. طبعا شو اهم وظيفة بيميزها غير انها بتنتج مواد؟ انها بتعمل فاجوسايتوسيس او عملية البلعمة، وهي بروفيشنال بهذا الحكي، يعني كتير خبيرة ومهم دورها كتير، وبصح انها شورت ليفد فاجوسيتيك سيل، ولكن اول خلية بتوصل على الحدث او على منطقة المعركة هي النيوتروفيل، فهي صح عمرها صغير ولكن سريعة، يعني عمرها صغير ومفعولها كبير. contain enzyme rich lysozyme، طبعا هذا الجرانيولز مش جاي عشان هيك تنبسط حالها، هي اللايزوزايم الجرانيولز جواها مليان انزيمات، وجوا الانزيمز او الانزيم مكونه من اللايزوزايمز، طبعا بتنتج مواد زي البيروكسايد ال H2O2 والسوبر اوكسايد راديكال والنيتريك اوكسايد واللاكتوفيرين اللي حكينا عنه قبل شوي والديفنسنس، تمام. الفانكشن the first cell arrive at the site of inflammation، اول خليه بتيجي وبتوصل للسايت اوف انفلاميشن مين؟ النيوتروفيل. the bone marrow release a lot of them in response to infection، اول ما يصير انفكشن البون مارو على طول بيفهم انه لازم يعمل ريليزنج لكتير عدد او عدد كتير كبير من النيوتروفيل. very effective phagocytic cell، طبعا قوي وبروفيشنال في موضوع الفاجوسايتوسيس، killing of phagocytos pathogen، بعد ما تبتلع الكائن او الاشي اللي بتبتلعه بتقتله. نيجي هلا للنوع الثاني من الجرانيولوسايت سيل، هي الايزينوفيل، بتكون دبل لوب نيوكليس زي ما انتم شايفينها، بتكون دبل لوب كيلز انتيجين كوتد باراسايت، يعني انتو دايما احكوا عن الايزينوفيل انها بتقتل الباراسايت، بس مش اي باراسايت، الباراسايت اللي بيكون مغطى بالانتيجين انتيبادي، الانتيبادي كوتد باراسايت يعني باراسايت مغطى بالانتيبادي عشان تقدر تشوفه وتقضي عليه. involved in allergic inflammation، كمان بتدخل في عملية الحساسية او لما يكون عندنا تحسس التهاب تحسسي. اورنج طبعا شكلها تحت المجهر، اورنج جرانيولز بتكون زي ما انتم شايفينها لونها برتقاني، هاي الجرانيولز الزنطوطة هاي. contain toxic compound to multicellular parasite، لما يكون في عندنا باراسايت هاي الايوزينوفيل بتهاجم الباراسايت وبتطرح من جواها الجرانيولز اللي جواها مواد بتحطم انتي باراسيتك جرانيولز، يعني مواد بتحطم الباراسايت، تمام. هلا في عنا الايزينوفيل حكينا بتدخل بالالرجيك ريسبونس لانه بتنتج مواد زي الهيستامين اللي بتنتجه كمان البيزوفيل. نيجي للبيزوفيل شوفوا ما احلى شكلها، بيكون طبعا لونها بلو جرانيولز، كونتين توكسيك اند انفلاماتوري كومباوند، وكمان ممكن نسميها ماست سيلز. ماست سيلز لما تفوت على التشو، بيزوفيل لما تكون بالدم بتسبح. important in allergic reaction في مواضيع او في تفاعلات الحساسية. basophil granules جواهم هيستامين وهيبرين، وهدول المادتين موضوع بيدخل في موضوع الحساسية وبيعملوا dilation لا ما يعني توسع للأوعية الدموية، تمام.
يلا نكمل. جرانيلوسايت زي الايه جرانيلوسايت عفوا زي المونوسايت الماكروفاجز. طبعا الماكروفاجز لانها دخلت على الانسجه بروفيشنال فاجوسايت بريزنت ان فيرتشوالي اول تشو، كل انواع تشو فيها ماكروفاجز، والدنتريتك سيل كمان بتساعد في موضوع الفاجوسايت. المونوسايت از ا يانج ماكروفاجز ان بلاد. طول ما المونوسايت في البلاد اسمها مونوسايت، متى ما المونوسايت دخلت على التشو صار اسمها فاجوسايت او ماكروفاجز. فاجوسايتوسيس هي الانتراسيلولر اند اكستراسيلولر كيلينج، قتل داخلي او خارجي. اكتيفيشن اوف تي سيلز اند انشيشن اوف ادابتيف اميون ريسبونس الانتيجين بسنتكسل. هلا شو وظائف المونوسايت او الماكروفاجز؟ هي الفاجوسايتوسيس. الفاجوسايتوسيس عمليه البلعمه. البلعمه بصير عندها كمان شغله مهمه فيها، غير انها بتحطم الخلايا وبتقتلها، كمان بتاخذ جزء من الانتيجين تبعها وبتحطه على السيرفس اللي لها. شو بتعمل فيه؟ بتظهره عشان تجيب دعم كبير من الادابتيف اميون ريسبونس من قبل التي سيلز. هلا التي سيلز بتكون ماشيه ومش عارفه يعني ما عندها شغل. الماكروفاجز بتشوف كائن او فورين بادي عليه انتيجين غريب، بتروح بتبتلعه عن طريق الفاكوسايتوسيس وبتاخد الجزء البسيط منه وبتظهره برا عشان تفهم التي سيلز انه والله في جسم غريب اقتحم الجسم عنا وبدنا مساعدتك. فهيك الانيت والادابتيف بيشتغلوا مع بعضهم البعض، مش كل واحد بيشتغل لحاله، اذا هذا خرب التاني بيشتغل، لا بيشتغلوا مع بعض، هم كومبلمنتري لبعض مكملين. There are tissue specific macrophages. في عنا نوع من الماكروفاجز بيكون specific في كل تشو. يعني مثلا في عنا بالconnective tissue الماكروفاجز ما اسمها بس ماكروفاجز، اسمها histocyte، دلع تبعها يعني. الليفر دلع تبعها للماكروفاجز كفر سيلز او كفر سيلز، في ناس بيحكوها كفر وفي ناس كفر سيلز. اللانج اسمها الفيولر ماكروفاجز. السيرس فلويد مثل البلورال والبريتونيال فلويد بنسميها بلورال اند بريتونيال ماكروفاجز حسب وين مكانها. والسكين بنسميها اللانجر هانز سيلز. الدنتريتك سيل كمان بنعتبرها فاجوسايتوسيس، بتعمل فاجوسايتوسيس، وايضا بتكون انتيجين بريزنتنج سيل اللي قلت لكم انها بتبتلع الانتيجين وبترجع بتظهره على السيرفس تبعها عشان تفهم التي سيلز من الادابتيف او الاكواير سيستم اميون ريسبونس انه والله تعالي اشتغلي او تعي بلشي شغل. In the blood and tissues mature and migrate to the lymph node. وين بتنتقل؟ من البلود والتشو لللمف نود. يعني بعد ما بعد ما انها تلتقط الانتيجين وتبتلعه وتظهره بتروح على اللمف نود. تمام؟ طبعا هاي شكلها محلاها هيك، بتحسها زي الاعصاب او الجزء الشجري من العصب من النيورون، عشان هيك سموها دنتريتك سيل. الناتشورال كيلر سيل كمان من انواع الاي جرانيولوسايت، وهاي اللارج جرانيولر لينفوسايت، بس يا هي تي لينفوسايت ولا هي بلينفوسايت، هي لينفوسايت ولكنها لا بي ولا تي. السورس تبعها هو البون مارو بريكيرسر. الفانكشن جدا مهمه اللي هي كيلز فيروس، بتقتل الخلايا اللي بنصابه بالفيروس انفكتد سيلز، والتيومر سيل يعني الخلايا السرطانية. without prior stimulation يعني من دون ما يكون already عندها او انه يصير عندنا هجوم واستحساس قبلي، او انه يكون عندها استجابة قبلية. بنت ما دورت وصار بين الخلية المصابة والناتشورال كيلر سيل كونتاكت وفهمت انه هاي الخلية مش خلية طبيعية بتقتلها. كيف هاي العملية بتصير؟ الناتشورال كيلر سيل ما بتنتج مواد، كيف بيكون شغلها؟ كالتالي، خليني افرجيكم وين راحت، كنت بدي افهمكم شغلها شطبها الدكتور. بس المهم الناتشورال كيلر سيل بتدور على الميجر هيستو كومباتيبلتي كلاس 1. يعني هلا كل خلية موجودة في جسم الانسان بيكون على السطح تبعها في مركب او مادة بنسميها الميجر هيستو كومباتيبلتي كلاس 1. هلا هاي الناتشورال كيلر سيل بتدور عليه، اذا موجود وطبيعي بالخليه بيعمل كونتاكت دايركت كونتاكت بتوين السيل تبعت الجسم والناتشورال كيلر سيل.
اذا صاروا بيلتقوا مع بعضهم البعض وما كان يعني فهمت انه انت والله الميجر هيستو كومباتيبلتي تبعتك تمام 100% وما في اي مشكله، تتركها بحال سبيلها. اذا لمست خليه وهاي الخليه كانت فاقده للميجر هيستو كومباتيبلتي كلاس 1 او فيه مشكله، على طول بتفهم انه هاي الخليه فيها مشكله، مش خليه طبيعيه ولا هي سلسل، ولازم تتدمر وتبلش تدمرها. تمام، فهاي الفكره من الناتشر كيلر سيل. السيلولار ديفنس كيف الخليه الخلايا بتقاوم او بتكون جاهزه حالها للمعركه؟ عن طريق الفاجوسايتوسيس اللي هي البلعمه، والاكسترا سيلولار كيلينج من دون بلعمه without injection. نيجي بالاول للفاجوسايتوسيس، بنقسم لقسمين الفاجوسايتوسيس، اما اندوسايتوسيس، وكلمه اندوسايتوسيس is the process by which macromolecules. شو يعني macromolecules؟ يعني جزيئات احجامها كبيره بتكون موجوده بالاكسترا سيلولار تشو وطبعا ضاره، فبتيجي الخلايا بتعمل لها فاجوسايتوسيس بتبلعها عن طريق شغلتين، اما الفاينوسايتوسيس اللي هي نون سبيسيفيك ممبرين انفيجيشن انفاجينيشن، او الريسبتور ميدييتد اندوسايتوسيس. وخلينا نفهمكم اياها على الصوره تفهموها اكثر. هلا هون التنتين اسمهم فاجوسايتوسيس، بس الفرق انه هاد اسمه اندوسايتوسيس، هذا فاجوسايتوسيس. هذا الفاجوسايتوسيس انه تبلعم البكتيريا كامله، ذا هول بودي اوف بكتيريا ببتلع كامل. اما الاندوسايتوسيس بياخذ بس جزء او مواد جزيئيه ماكرو مولكيولز. في عنا نوعين من الاندوسايتوسيس، في عنا فاينوسايتوسيس وهي من دون انه يكون في ريسبتور، خلص في مواد مضرة للخلية على طول الخلية بتبتلعها وهي مواد وليست بكتيريا، مش هو البادي اوف بكتيريا. اما النوع الثاني من الاندوسايتوسيس هو الريسبتور ميدييتد. ريسبتور ميدييتد يعني ما بصير عندنا انفاجينيشن، انبعاج هيك داخلي، الا اذا كان هاي الماكرومولكيولز بتطابق الريسبتور الموجودة على الخلية. اذا تطابقوا على طول بصير عندنا انفاجينيشن او انبعاج وبتفوت المواد داخلها. ما صار هذا الحكي ما بصير، يعني ما بيصير عندنا انبعاج. بينما البينوسايتوسيس من دون ريسبتورز بصير عندنا انبعاج، متى ما فهمت الخليه انه هاي ماكرومولكيولز مش لازمه او لازم نتخلص منها وبتبتلعها. بكل الحالات بعد ما تفوت على جسم الخليه شو بصير عندنا؟ في حاله الاندوسايتوسيس بصير عندنا زي هيك كيس حواليها، بعدين بدخل عليها لايزوزايم وبيحطمها، وبالاخير بتصير مواد ديبريسس او لازم تتخلص منها زي كيس صغير وبيدخل عليه لايزوزايم. بينما البكتيريا لان حجمها كبير بتفوت بكيس بنسميه فاجوسوم. هذا الفاجوسوم بيدخل عليه ماده اللايزوزوم الموجوده جوا البكتيريا، وهي اللايزوزوم جواها انزيمز. هذا الانزيم شو بيعمل؟ بيحطم التركيب الموجود او المواد الموجوده في البكتيريا. زي بيكون في عنا انزيم اسمه النيوكلييز بحطم الدي ان اي تبع البكتيريا، في عنا انزيم اسمه بروتييز او انواع من الانزيمات اسمها بروتييز بتحطم البروتينات تبعت البكتيريا. وهيك الاتحاد اللايزوزوم مع الفاجوزوم شو بنسميه؟ فاجولايزوزوم. بس تموت البكتيريا بترجع اللايزوزومات ما هي خلاص انفجرت، والبكتيريا بتتحطم بتصير اجزاء صغيره وبتتخلص منها الخليه وسلامتكم. هاي هي الفاجوسايتوسيس والاندوسايتوسيس. نرجع نعيدها نفس ما حكينا، ريسبتور ميدييتد اندوسايتوسيس سيلكتيف بايندينج اوف ماكرو مولكيول. سيلكتيف يعني بيحتاج ريسبتور، تمام. In the both cases the foreign macromolecules generate endocytic vessels used with acidic compartment called endosomes. في حالتين الاندوسومز الاندو في الحالتين اللي هي مثلا الاندوسايتوسيس سوري البينوسايتوسيس والريسبتور ميدييتد اندوسايتوسيس بصير عندنا زي كيس فيسلز، وهذا الفيسلز بتتحد مع ماده اسيدك بتكون حامضيه اسمها اندوسومز. شو اسمها؟ اسمها اندوسومز. Then endosomes fuse with lysosomes containing degradative enzymes. الاندوسومز بتتحد مع اللايزوزايم اللي جواها انزيم زي النيوكلييز اللايبيز البروتييز، واللي بدورها بتحطم النيوكليوتايد والشوجر والبيبتايد، تمام. اما الفاجوسايتوسيس هي the ingestion and destruction by individual cell of invading foreign particles such as bacteria. بتحطم البكتيريا بشكل كامل،
بتهضمها وش بتبلعها، بعدين بتبلش تدمرها. The foreign particles entrapped in phagocytic vacuoles أو الفاكوزوم حكينا عنه، وبتتحد مع اللايزوزومز بصير اسمه شو؟ فاغولايزوزوم. تمام؟ extracellular killing هاي الناتشورال كيلر سيل بتقوم فيه. طبعا الناتشورال كيلر سيل ما عندها تي سيل ريسبتورز، طب كيف بتشتغل؟ هذا اللي كنت بدي احكي لكم اياه. كيف بيشتغلوا؟ بيشتغلوا هاي الناتشورال كيلر سيل عن طريق السيل سيل كونتاكت ميكانيزم، يعني بصير تلاقي دايركت كونتاكت. الناتشورال كيلر سيل اكسبريس ريسبتورز، هدول الريسبتورز بضلهم يشيكوا على شو؟ على الميجر هيستو كومباتيبلتي كلاس 1. هدول الريسبتور اسمهم كيلر سيل انهبيتوري ريسبتورز KIR. الكي اي ار او الكيلر سيل انهبيتوري ريسبتورز دايما بشيكوا على كل الخلايا اللي بيمرقوا من خلال من جنبها، وبصير بيناتهم سيل سيل كونتاكت، وعن طريق بيضلوا يدوروا على الميجر هيستو كومباتيبلتي كلاس 1. متى ما لقوها على طول الخلية هاي بتفهم انه هاي الخلية مش طبيعية وبتهاجمها، وزي الصورة هلا رح افرجيكم اياها. هاي التي الناتشورال كيلر سيل شو بتعمل؟ عندها هذا الريسبتور، تمام؟ هلا الميجر هيستو كومباتيبلتي هيك شكله. اذا هاي ارتبطت مع هاي وفهمت انه الميجر هيستو كومباتيبلتي زي ما هو وموجود، هاي زي ما انتم شايفينه زي العلم انه انا هيني موجودة، انا سيلف سيل، انا نورمال سيل، بتتركها بحال سبيلها، نو لايسس، ما بتدمرها. نيجي هون، هاي البكتيريا الحزينة دخل عليها فيروس او صارت تيومر سيل، ففقدت هدول الاعلام الحلوين اللي لونهم زهري، يعني بطل عندها الميجر هيستو كومباتيبلتي كلاس 1 اللي بيخلي الخلايا تفهم انه والله هاي الخليه طبيعيه او خليه سيلف سيل. شو بتروح الكيلر سيل بتعمل؟ بتاكلها. لقطتك انت ما عندك الميجر هيستو كومباتيبلتي، فلهيك انا بدي ادمرك، لانك انت يا اما الفيروس اثر عليك وغير لك الميجر هيستو كومباتيبلتي، يا اما تيومر سيل. طبعا تعرفوا انتو تيومر سيل انه بتفقد خاصية انه يكون عندها الام اتش سي كلاس 1 طبيعي، فبتروح بتحطمها. عرفتوا كيف؟ بهاي الطريقة. هلا نيجي للكمبلمنت، راح اشرحه بفيديو لحاله على اساس انه تكونوا خلصتوا من المقدمة تبعت الانيت اميون سيستم. فهلا كمان شوي راح ابدا في موضوع الكمبلمنت. يعطيكم العافية.